وضع القوات السودانية في اليمن؟ سؤال لم يجد إجابة واضحة بعد، في ظل التصريحات الكثيرة المتناقضة التي زادت من حالة الغموض بالموقف النهائي من بقاء أو انسحاب تلك القوات، مع وجود انقسام واضح داخل القيادة العسكرية والسياسية في الخرطوم. بالنسبة لتجمع المهنيين السودانيين، فإن الحكومة السودانية يجب أن تقيم سياسات خارجية متوازية، ولذا فإن سحب القوات يجب أن يتم بالتفاهم مع الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية اليمنية. وقال الناطق باسم التجمع إن قوات بلاده شرعت فعلاً في تقليل تواجدها في اليمن. في موضوع سحب القوات في اليمن، قلنا إنه أصلاً القوات دي كان عددها في أقصى حد له وكان وصل، أفتكر جمال هنا 15,000 ونزل لخمسة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صرح في وقت سابق بأن حكومته قلصت عدد جنودها من 15,000 إلى 5,000، مبررا هذا التخفيض بالتوجه العام للحل في اليمن الذي لم يعد عسكريا بل سياسيا. وكان حمدوك قد أفصح في 6 ديسمبر الجاري عن نية بلاده إعادة جنودها المشاركين في الحرب ضد الحوثي، مشيرا إلى أن تواجدهم في اليمن من تركة نظام البشير الذي تصاعدت بعد خلعه من السلطة دعوات سحب الجنود من اليمن. كانت السودان من ضمن الدول التي انضمت لتحالف دعت إليه السعودية في مارس 2015 للتدخل في اليمن، ولا يعرف العدد الحقيقي للقوات السودانية المشاركة، وقد أدت الضغوطات الشعبية إلى سحب الكثير من الجنود، ومن الواضح وجود اتفاق سوداني حول انسحاب بقية القوات، لكن نقطة الاختلاف تتمحور حول زمن الانسحاب وكيفيته، وفيما يبدو فإن قرار الانسحاب النهائي لا يزال مرهوناً بموافقة السعودية والإمارات.